السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: إنهاء الإفلات من العقاب، مطلب الشعب العراقي. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم. احنا اعتبرناها حزانه. اريدها منك والله. ان شاء الله. اريدها منك سيدي. اريدها منك سيدي. معيسه بقى بحياتك وشام اخوي ودم يمي ان شاء الله، والقطره سفر اللي بتكون. أغانيكم حزينة، يقولون أغانيكم حزينة، هو إحنا يا عم إيش بدينا؟ أهلا بكم. يعيش العراقيون منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولغاية اليوم من انتشار سياسة الإفلات من العقاب التي انتهجتها أحزاب السلطة وميليشياتها ممثلة حكومات ما بعد الاحتلال، تعتبر سبيلا لارتكاب الجرائم والانتهاكات التي جعلت من العراق بلد تسوده الفوضى وتحكمه شريعة الغاب كما وصفها السياسيون. ورغم التحذيرات الدولية والمطالبات الشعبية بمحاسبة من يرتكبون انتهاكات ضد العراقيين، إلا أن حكومات ما بعد الاحتلال وقفت عاجزة أحيانا ومتواطئة أحيانا أخرى مع الخارجين عن القانون. طالب العراقيون منذ سنوات ولا يزالون في التظاهرات والانتفاضات التي خرجوا بها بمحاسبة المنتهكين والمتجاوزين على القانون، لكن غاب القانون والعدالة واستمر القتلة بقتلهم والفاسدون بفسادهم. فمتى وكيف ينتهي هذا الحال وهذه الفوضى في العراق؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة على بعض التساؤلات. قام عراقيون بإطلاق حملة لإنهاء الإفلات من العقاب، هل تعتقدون أن هناك دور دولي سيكون موجود لمساعدتهم في تحقيق ذلك؟ وفي ظل هيمنة الميليشيات، تحديدا ميليشيات الحشد على القرار في العراق، هل تستطيع حكومات ما بعد الاحتلال تطبيق العدالة في ظل هذه السيطرة الحزبية والميليشياوية التي يشهدها العراق ويشهده القرار السياسي في العراق؟ خلونا نشوف مشاهدينا الكرام مقطع بسيط من محافظة القادسية لتعامل الأمن القوات الحكومية في العراق، وهذه الحالة تنطبق في كثير من الأحيان على تعامل القوات الأمنية في العراق مع العراقيين، إن كان متظاهرا، إن كان مواطن يشكو حال معين، إن كان مواطن خرج غاضبا يعبر عن حاله أو عن مأساة معينة يعيشها. هكذا تتعامل الأجهزة الأمنية الحكومية بكافة صنوفها، لكن نقول معظم الأجهزة حتى لا نقول الكل. دعونا نتابع كيف يتم التعامل مع مواطن عراقي لديه طفل مريض يشتكي الحال في محافظة القادسية. ماكو هيك شيء، انا جايب عندي مريض. انا التصوير اللي صار مسؤوليتكم انتم. انا عندي مريض جايبه. يعني جاي يقول امنع التصوير، جاي يصور باب المستشفى. التصوير داخل دائره ممنوع. سمعي يا طفي الكاميرا وصور بالمباشر، وهاي الحكي قدامكم ربعنا. وهاي اكثر من مره جاي مثل ما تشاهدون الان، شوفوا الاعتداء صار. كل ابناء مدينتنا شوفوا 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 الضروب، شوفوا الضروب. ماكو امر قاضي، ماكو امر قاضي. وين القوات الامنيه؟ وين وزير الداخليه؟ شوفوا ما بتجاوز، جايب طفل مريض، جايب طفل مريض. شفتوا شلون ضربني؟ شفتوا شلون ضربني؟ هذا الشخص ضربني، هذا الشخص ضربني. ما اسكت، ما اسكت ابد، خلص راي عام. ابناء مدينتنا اهل الشعبيه. يعني اذا كانت القوات الامنيه المسؤوله عن حمايه الناس، المسؤوله عن منع الاعتداءات التي تقع على المواطنين، المسؤوله على حفظ
كرامة الناس وأمنهم وحياتهم، تعامل المواطن العراقي بهذه الطريقة، تعامل من يطالب بحق، تعامل من يشتكي بهذه الطريقة. عرضنا طبعا ولا زلنا نعرض ومنذ سنوات تشاهدون مقاطع مستمرة عن طريقة تعامل القوات المسؤولة عن حماية الناس وأرواحهم وحفظ كرامتهم في العراق، ولكن تكون هي الجهات المنتهكة، تكون هي الجهات التي تعتدي على المواطنين. وطبعا الميليشيات هي جهات خارجة عن القانون أصلا، يعني هذا الموضوع طبيعي بتصرفاتها، لكن دور الأجهزة الحكومية، القوات الأمنية التي قطعت عهدا على نفسها بوعد معين أو قسم معين بأنها تحمي الأرض والشعب، هكذا تتعامل مع المواطنين العراقيين. هذا جزء بسيط طبعا من واقع مأساوي كبير جدا يعيشه المواطن العراقي. أيضا ضمن انتهاكات الأجهزة الحكومية الأمنية، طبعا الموضوع مشاهدينا هو الإفلات من العقاب. اليوم لا يوجد من يحاسب في العراق، لا توجد جهة حكومية ممثلة بوزير أو نائب برلماني أو محكمة معينة أو قضاء أو مجلس قضاء أعلى يحاسب من يخترقون القانون من الجهات الكبرى الموجودة داخل السلطة، إن كانت أحزاب، إن كانت ميليشيات، إن كانت حتى قيادات أمنية. أصيب 4 متظاهرين بينهم 3 في حالة خطرة بنيران القوات الأمنية في محافظة واسط خلال تفريق تظاهرة لمئات احتشدوا أمام محطة الكهرباء، وذلك للاحتجاج على تردي واقع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية جدا في العراق. أكد شهود عيان أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص ضد متظاهرين عزل تجمعوا أمام محطة كهرباء العزيزية في محافظة واسط، وطالبوا المسؤولين بزيادة ساعات تجهيز التيار الكهربائي. طبعا المتظاهرون قرروا الاعتصام أمام محطة الكهرباء، كهرباء الزبيدية تحديدا الحرارية، احتجاجا على تردي تجهيز الكهرباء، ونصب العشرات منهم خيام أمام المحطة. طبعا في نفس هذا الوقت الذي نتحدث فيه لا تزال هناك حملة واسعة شارك بها كثير من العراقيين، ناشطين، مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، مدونين، وذوي الشهداء طبعا في المقدمة، ذوي الشهداء والمغدورين من ثورة تشرين وغيرها، من عائلات هؤلاء الناشطين الذين قتلوا، إن كانت عن طريق الميليشيات أو عن طريق القوات الحكومية تمت هذه الجرائم، طالبوا الجهات الدولية بالتدخل لإنهاء الإفلات من العقاب، وتفاعلوا مع وسم في موقع تويتر إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، هذا الوسم الذي يتفاعل معه الناشطون وذوي الشهداء في مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا هو أصبح مطلبا شعبيا عراقيا منذ سنين أصلا، لأنه لا يوجد هناك من يحاسب، ونحن نتساءل إلى متى يستمر هذا الحال، حال الإفلات من العقاب دون رادع، دون محاسب، دون من يقف عائقا أمام هذه الجهات التي تتجاوز على القانون وترتكب انتهاكات كبرى ضد العراقيين. إذن والدة الناشط المغدور إيهاب الوزني دعت العراقيين للمشاركة بحملة إنهاء الإفلات من العقاب التي أطلقها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين واغتيال الناشطين منذ قدوم مصطفى الكاظمي في شهر 5 2020، ولغاية اليوم مر أكثر من سنة، وستأتي الانتخابات المزمع إجراءها في شهر 10 المفروض، ولا يزال مصطفى الكاظمي لم يحاسب أحدا من وعد بمحاسبتهم من قتلة المتظاهرين، بل لم يكشف حتى عن الجهات التي قامت باستهداف الناشطين والمتظاهرين في ثورة تشرين، والجهات التي تقف خلف قتل الكثير من العراقيين في هذا البلد، والجهات الفاسدة والجهات السارقة ومن يقوم بالتغييب ومن يقوم بالتهجير وغيرها من هذه الجهات والميليشيات والأحزاب التي تقف خلف الكثير من الانتهاكات والجرائم في العراق. متى سينفذ المسؤولون في العراق وعودهم تجاه العراقيين؟ هل أصلا يستطيع أحد من هؤلاء المسؤولين الذين يتغنون بالميليشيات ويقفون لأخذ الصور مع قياداتها وزعاماتها، هل يريدون أصلا أن يحققوا العدالة في العراق؟ هل يرغبون أصلا بتطبيق نظام يسير على الجميع، نظام أو عدالة أو محاسبة تسير على الجميع، المذنب من الأحزاب والميليشيات قبل المواطن؟ هل هناك من يستطيع أو من يريد أن يحقق هذا المبدأ أو هذه السياسة في العراق اليوم ضمن هذه الأحزاب طبعا المشتركة ضمن الحكومة؟ في أخبارنا أيضا مشاهدينا الكرام، هناك طبعا دائما عندما تحدث حالات اغتيال لناشطين بارزين في ثورة تشرين، تعلمون جميعا أن
سياسيين ورؤساء الحكومات طبعا يذهبون إلى ذوي هؤلاء الشهداء لمواساتهم أمام وسائل الإعلام ويعدونهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين، مثل ما شفتوا في بداية الحلقة حيدر العبادي، نور المالكي، عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، كلهم وعدوا العراقيين بمحاسبة قتلة المتظاهرين وأنهم أولياء الدماء. والدة الشهيد إيهاب الوزني قالت إنها رفضت لقاء مصطفى الكاظمي وجميع المسؤولين قبل إعلان هوية الجهة المتورطة باغتيال ابنها. وأوضحت والدة الوزني أن الكاظمي لم يفعل شيئا لكشف المتورطين باغتيال ابنها. وأضافت والدة الشهيد إيهاب الوزني أن رئيسة بعثة يونامي في العراق جنان هنس بلاسخارت لم تعدها بأي أمر بشأن قضية اغتيال نجلها، لكنها وعدتها برفع تقرير إلى الأمم المتحدة. وأكدت أيضا أن وعود البعثة الأممية حول اغتيال الوزني ستكون بلا نتيجة. أنتم شاهدتم طبعا المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السيارات التي كتب عليها شعار الأمم المتحدة وهي تتجاهل عمدا والدة الشهيد إيهاب الوزني التي كانت تتظاهر للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها. تجاهلت البعثة الأممية هذا الموضوع، وجود السيدة المطالبة بحقها. وبعد ذلك، بعد هذه الفضيحة، ذهبت جنان بلاسخارت إلى بيت إيهاب الوزني والتقت بشقيقه وبوالدته، وطبعا كالعادة وعود مستمرة لكن لا نتيجة تذكر. معنا اتصال السيدة أم علي من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مود المعتقلين يابا. نعم. ليش ما ينطون عفو يرحمون بحال الناس؟ يعني ايش هي مشكلتهم مع هالشباب هاي؟ شنو برايك شنو ليش ما ينطون عفو؟ والله ما ينطون عفو من الحقد اللي عندهم ومن الظلمة اللي عندهم وخونة وذيول ومن كل النواحي. طيب إذا شخص بهاي المواصفات يا سيدة أم علي، تتوقعين يكون يرأف بحال المظلومين، يفرج عن المعتقلين الأبرياء؟ والله يا أخي ما أعرف شو أقول لك. والله يا أخي بزعنا، والله ملينا، والله ولدنا راحت. نعم. والله اشتلونا الدم بارد، وهسه رجعوا على ولد الجنوب ولدنا زادينا. نعم. وهم اشتلوهم نفس الحالة. نعم. سيدة أم علي، قوموا عليهم. سيدة أم علي، ابنك ابنك ليش أخذوه؟ ليش أخذوه؟ شنو ذنبه؟ بس نص صوت التلفزيون لو سمحتي. ابنك ليش أخذوه وشنو مشكلته؟ شنو ذنبه؟ والله يا أخي كل شيء ما عنده. كل شيء ما عنده هيك من الشارع لف هيك لف وخذوهم. منو اللي أخذهم؟ والله ما أعرف. هذا لواء 30 ما أدري شو اسمه. ميليشيات الحشد يعني؟ اي ميليشيات حشد. طيب ذولا اليوم اللي دي يعتقلون الشباب ويغيبوهم بالمعتقلات بلا ذنب، ذولا ليش ما حد يحاسبهم اليوم؟ من يحاسبهم يابا؟ من يحاسبهم؟ قبل كان القراوي لما يجي على المواصل. نعم. حتى ديك العلوي يعتقلوا، يقول للعجوز ديك العلوي روح اوديه اذا ما عنده شيء عود ارجع دق حاسبه ورجع عود علي يا اخي. مو المفروض اكو حكومه واكو قضاء واكو برلمان واكو دوله تحاسب اللي يخرجون عن القانون؟ ليش ما يحاسبون ذولا؟ والله كل شيء ماكو، لا مي لا كهرب لا شيء، كل شيء حال الضيم حال العوائل. نعم. سيدة أم علي، أنا أشكر حضرتك المشاركة، شكرا جزيلا. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة للبلد إذا ما يكون هناك قانون يسود ويمشي على الجميع، تكون الحياة أشبه بالحياة الحياة المملة، أو نقدر نسميه الروتين الممل.
فبالنسبة للعصابات المفلتة والانفلات الأمني هذا كله هو غياب القانون يا أستاذ محمد. إذا أكو قانون حتما يسود الأمن والأمان، لكن لما ما يكون القانون الحياة اليوم القانون الموجود القانون الموجود بالعراق اليوم على من يطبق يا سيد عبد الرزاق؟ أستاذ محمد يطبق هو أصلاً ماكو قانون أستاذ محمد، هو لو أكو قانون قلت لك الحياة تكون يعني طبيعية، لكنه أصلاً هو ماكو قانون. قول أكو عصابات منفلتة، عصابات يعني البلد يعني خاضع تحت سلطة السلاح المنفلت من قبل هاي العصابات، وإلا لو أكو قانون يطبق أي القانون يطبق على الكل، لكنه إحنا ما عندنا قانون يا أستاذ محمد. هو من اسمه قانون، إحنا وين القانون حتى؟ لعد شنو دور مجلس القضاء الأعلى؟ شنو دور اللجان التحقيقية في البرلمان؟ شنو دور وزارة الدفاع والداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات الأمنية والقانونية اليوم بالعراق؟ شنو دورهم؟ أستاذ محمد بالنسبة لهذه المسميات هي مجرد ديكور. يعني ناس احنا شلون نسميه بالبطاله الممنعه، فاحنا هذا مجرد ديكور، ولا متى لا القضاء ياخذ القضاء مسيس، لا يقدر ياخذ دوره ولا يقدر يفرض العقوبات على الخارج على القانون. مجرد كل هاي الوزارات وكل المؤسسات هذه مجرد ديكور تكمل الدوله بها دورها بالحياة، وإلا إحنا يعني ما عندنا لا قانون ولا عندنا دولة، يعني حقيقة مجرد يعني سلطة حاكمة لا أكثر ولا أقل. لأنه يعني لما يكون أكو قانون هناك ويكون هناك أكو دولة، لا تكون الحياة طبيعية كل واحد يأخذ حقه، لكنه إحنا ما القانون غايب والدولة موجودة ما موجودة أصلا، مجرد يعني إحنا خاضعين تحت سلطة العصابات اللي جاي تحكمنا. وتحياتي لك. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. عندنا السيدة أم طيبة من بغداد. أم طيبة تفضلي، أهلا وسهلا. طيب أم طيبة فقدنا اتصال. أم محمد من كربلاء تفضلي. ألو، حياك الله أم محمد. أنا سامية باقر من كربلاء. أهلا وسهلا. احنا شبعنا زل الأذلاء جوا إيديه الدواعش. من أمي؟ أنا قاعدة وحدي بخرابة كلها جرذية وحشرات. أي نص حقوق الإنسان. نص صوت التلفزيون يا أم محمد حتى أسمع. حقوق الإنسان. نعم. ماكو هسه مشاريعهم تهدش. أربع رواتب تأخذ واحدة من تأخذ أربع رواتب، أكو أحد يأخذ الثلاث أربع رواتب من كربلاء. نعم. من بعدين من توسطوا طلعت الشهادة مالتها، قالوا تقاعد أبوك إلي، تدا أراجع تقاعد أبوي ما يطول. نعم. شكلياً بالتقاعد شكلياً يشتغلون للدولة وللعالم وللقانون. نعم. وشكل ما يشتغلون للدولة خارج القانون ولا شرعيات ولا عندهم قانون. نعم. أنا أشكرك يا أم محمد من كربلاء، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا السيدة أم طيبة تعاود الاتصال، فضلي يا أم طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، شلونك يوم؟ شلون الله يسلمك، حياك الله. الله يخليك. أنا عندي مشكلة بالتقاعد، الله يخليك، رحم على والدي. تفضلي. أنا متقاعدة، قدمت 43 سنة. نعم. وطلعت تقاعد سنة 2013. نعم. وكل ما أراجعهم على مكافأة الخدمة ما أعطوني إياها، وأنا هسه تدري مقعدة وكل شيء ما عندي والله العظيم. الله التقاعد يعني متقاعد مات كله بس للأطباء والله العظيم. ليش ما ينطوك؟ يعني أقل المكافأة ما أدري، يعني يقول ما مشمولين، ليش مشمولين ما أعرف. قدمت 43 سنة. نعم. يعني داخل يا يوم ولا أثنين طب الشابة طلعت مقعدي زين عن مقعدة هسه قاعدة والله العظيم على الكرسي قاعدة زين. الله يعينك.
ما اعطوكم مبرر يعني او سبب او سبب تفسير للحاله انه انتم ليش ما يصرفون؟ ما يقولون ما اسموني شنو الفقره ما ساهمتنا ما نعرف يعني ليش ما يعطوني اياها ما ادري. يعني هو هل منطقي انه بهذا البلد اللي يخدم اربع سنين بالبرلمان يطلع تقاعد وخدم وامتيازات وانتم اللي قضيتوا سنين ما تحصلون على مكافاه نهايه خدمه؟ 43 سنه والله العظيم خدمت، طبيت شابه طلعت عجوز فد مره غادي متكسره. نعم. لا فقرات عندي لا ضغط كل شو تقولين شو تقولين على هذا الحال وعلى الوضع الموجود والله اليوم؟ والله يعني اناشد البرلمان، اناشد رئيس الوزراء، اناشد المسؤولين، ما كانوا يشوفوني يعني المكافأة مات ليش ما يعطوني اياها رحمة على والديك. سيدة أم طيبة السؤال هو لو سمحتي، هو منو اللي مانع عنك المكافأة نهاية الخدمة؟ ما اعرف والله، كل ما اروح للتقاعد يقول ما مشمولة. لا ما مشمولة. منو اللي مانع عنك المكافأة؟ ما اعرف هاي دائرة التقاعد، دائرة التقاعد مو دائرة حكومية؟ مو تابعة للدولة؟ كل ما اروح يطردوني، كل ما اروح يطردوني. نعم هي مو تابعة للدولة. توديني بالعرب وانا لان ما عندي حد يوديني، والله ما عندي حد يوديني والله العظيم. نعم، الله يكون بعونك يا ام طيبة، نتمنى صوتك يوصل، انا اشكرك للمشاركة. الله يعطيك العافية، الله يعافيك. شكراً قناتكم ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. الله يخليك، ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ام طيبة، شكرا جزيلا. يعني دائرة التقاعد هي تابعة للدولة وجهة حكومية، مؤسسة حكومية، عندما يتم منع الراتب التقاعدي عن موظف تسأل الجهات الحكومية، يسأل البرلمان، تسأل الوزارات، يسأل رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، تسأل الحكومة عن لماذا يمنع مكافأة نهاية خدمة أو راتب تقاعدي أو امتيازات معينة من حق كل من خدم هذا البلد لسنين. طبعا هناك مشاكل كثيرة في دائرة التقاعد أو دوائر التقاعد بشكل عام في العراق، هناك مشاكل من يعانون من حرمانهم من نهاية الخدمة مكافآت، من رواتب متدنية جدا في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، هناك حقيقة فساد كبير داخل هذه المؤسسة، ومصادر تؤكد، يعني طبعا هذه المصادر أيضا أعرفها شخصيا، تؤكد أن الرشوة موجودة في دائرة التقاعد على شكل واسع جدا، وتدفع فلوس حتى تمشي معاملتك، وهذا الموضوع معمول به في أغلب دوائر التقاعد اليوم الموجودة بالعراق، فرصة ينتهزها بعض ضعاف النفوس من الموظفين ومن مدرائهم في سبيل استغلال المتقاعد والموظف اللي يحق له التقاعد بعرقلة المعاملة في سبيل أنه هو يأخذ منه مبلغ مادي حتى يمشي له هذه المعاملة، وهي ممكن أن تمشي بشكل طبيعي جدا لولا النفوس الضعيفة طبعا وغياب القانون الرادع مثل ما قلنا في بداية الحلقة. الأمور كلها مرتبطة في من يخالف القانون في العراق اليوم ولا محاسبة. السيد محمد من الأنبار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا من الأنبار. الله يسلمك، تفضل. نص صوت التلفزيون يا محمد، نص صوت التلفزيون. انا اني اول مره اشارك ان شاء الله، بس نص صوت التلفزيون نهائيا واسمعني من الهاتف فقط. انا حبيت بس اشرح فقره اللي هي طبعا بالاعلام منسيه، انت تتحدثون على شيء وانا اتحدث على غير شيء. شلون ما افتهمت؟ يعني الشيء يتحدث به عن البطل العراقي اللي صدر انواع البطولات. أنا ما أحكي الحكومة، الحكومة تعبانة ونعرف حكومة لمن ولاها. طيب. أحكي على واحد مقيم من أبطال العراق اللي هو قناص بغداد اللي أرعب المحتل ولا قناة درنس لم ينساه طول حياته. طيب. فتحية خاصة لقناة الرافدين وتحية خاصة للشيخ حافظ الضاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا جزيلا يا محمد. عندنا السيد محمد من الناصرية، تفضل. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة بالنسبة للعقاب، نعم، احنا الآن في بلدنا هناك يعني مواطنين بالنسبة للأحزاب يعتبرون دولة جماعة الكتل والأحزاب، وهاي هو بدأت تتسع بين المواطن البسيط وبين جماعة الكتل والأحزاب الذين باعوا أنفسهم العفو لهذه الكتل والأحزاب الفاسدة. نعم. الحقيقة الذي يعاقب الآن والسجون الآن تغص بالآلاف أو عشرة الآلاف من العراقيين، وأغلب هؤلاء هم أبرياء.
نعم. لا لشيء سوى لأنهم غير تابعين لهذه الكتب الأحزاب. والدعاوي الكيدية الآن هناك العشرات بل المئات، هناك الناصرية وغير الناصرية، وأنا واحد منهم كنت ضحية لهذه الدعاوى الكيدية من قبل بعض الأحزاب. نعم. والكتل المهيمنة على الشارع العراقي أو على المناطق الجنوبية تحديدا. نعم. وهي معروفة أيضا لكل المشاهدين، مشاهديكم الكرام. نعم. لذلك نحن الآن نتعرض لشتى أنواع القمع والدعاوى الكيدية والسجون وغيره وغيره. أنا ومعي العديد من الناشطين المدنيين الذين يتظاهر ضد الفساد وضد. نعم. العمالة وضد الولايات الخارجية. وهذا ليس بالجديد يا أخي، هذه العملية مستمرة منذ عام 2003 ولحد الآن. نعم. ودخلنا العديد من السجون، وشاهد أنا شخصيا شاهدت بمعيني ما يجري في هذه السجون، بما في ذلك السجون السرية. نعم. سجن المطار وغيره وغيره وغيره، وفي سجون الاستخبارات. نعم. لا لي شيء سوى لأنني يعني عراقي، لا لي شيء سوى لأنني أدافع عن هوية العراقية، لا لي شيء سوى لأنني أبحث عن بلد آمن مستقر بعيدا عن العمالة وبعيدا عن الخونة وبعيدا عن الفاسدين، لا لي شيء سوى لأنني أتحدث معكم وأتحدث مع العديد من قنوات القضايا. عملت وأشعر بالندم، عملت مع هذه الكتب والأحزاب، وعملت في مواقع متقدمة هنا في المحافظة، وشغلت ما شغلت وشاهدت ما شاهدت. نعم. الحقيقة نحن نعيش في زمن الفوضى، هذه الأحزاب جاءت لأجل خلق الفوضى. نعم. ولأجل قتل الروح الوطنية التي حاولنا قدر الإمكان أن نثبتها لغاية عام 2008. كيف يمكن إنهاء هذه الفوضى التي يعيشها العراق اليوم؟ الحقيقة إلا بثورة الشعب، يجب إسقاط هذه المنظومة السياسية. نعم. لا ننظر إلى هذه الكتل وهذه القيادات ولا هذه الأسماء والعناوين، كلهم يكذبون وكلهم يثقون على أنفسهم قبل لا يثقون على الشعب العراقي. الشعب العراقي الآن وخاصة هنا في الناصرية وفي المناطق الجنوبية. نعم. كشفوا أوراق هذه الأحزاب المزيفة، ولذلك هم يحاولون أن يلعبون بالوقت الضائع. نحن عرفنا وكشفنا هذه الهوية، والدلالة على هذا نحن ننظر الآن إلى بعض العناوين التي تدعي الإصلاح، وهذا يدعي البناء، وهذا يعني بما أنزل لديهم الآن كل هذه العناوين لا تقدم لنا شيئا، ولا بالعكس إنهم يحاولون الآن في هذا الوقت أن يلعبوا بأوراقهم التي هي أوراق ساقطة، أوراق ليس لها معنى بالنسبة. لذلك يا أخي، الذي يدعي الإصلاح كاذب، والذي يدعي التغيير، هؤلاء عصابة مجرمة جاءت لقتل العراقي والمعاقبة الشعب العراقي. ولا أنا أسأل، إذا تعطيه دقيقة من وقتكم أنا بس أريد أسأل حضرتك سؤال. تفضلت وقلت بأن هذه الجهات التي تدعي الإصلاح والبناء وغيرها هي جهات شعارات فقط ولا يوجد تنفيذ، هي نفس الجهات التي اليوم تريد أن تدخل في السباق الانتخابي القادم وتحث العراقيين على المشاركة بالانتخابات وتروج لمشاريع ووعود جديدة. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجهات وهذه الأحزاب في موضوع محاسبة من يرتكبون انتهاكات وهم أصلا متهمون بارتكاب انتهاكات ضد العراقيين؟ أستاذ العزيز، الحقيقة يجب أن نضع النقاط على الحروف. من ينتهك ومن يخالف القانون الذين وضعوهم، ومن ينتهك ويخالف الدستور الذين كتبوهم بالتعاون مع المحتلين، مع الأمريكان؟ من؟ أنا أخالف الدستور أم أنت تخالف الدستور أم المواطن البسيط يخالف الدستور والقانون؟ دستورهم هم يخالفونه وليس نحن. نحن الناس سلميون نريد وطن، عندما خرجنا للساحات التظاهر نبحث عن وطن مستقر آمن، وآمن لأولادنا ولأحفادنا ولشعبنا ولناسنا. نعم. لذلك عزيز، الذي يخالف والذي الآن كما شاهدنا، يعني كما شاهدت قبل فترة بأن هناك المتهم بالقتل والمتهم بالإجرام كما كان مصلح وغيره وغيره، لدينا. نعم. الآن دعوة أكثر، لدينا هنا في الناصرية أكثر من 120-130 دعوة. المحكمة تقول باختصار حتى لا نأخذ أيضا من وقت الأخوة المتصلين، المحكمة تقول لا يوجد دليل إثبات على إجرام قاسم مصلح أو ارتكابه لأي انتهاك، وخاصة قضية قتل الناشطين المحكمة برأتها لعدم كفاية الأدلة. شلون يمكن أنتم تثبتون أنه هو قاتل وغير قاتل من زعماء الميليشيات والأحزاب؟ أستاذ العزيز، شر البلية ما يضحك، لدينا أدلة. نعم. لدينا فيديوهات وأشرطة وشهود، المئات بل الآلاف. أنا لدي أكثر من دعوة هنا في المحكمة على بعض الأشخاص وبعض الشخصيات وغيري. كل هذه الدعاوى، كل هذه الشكاوى الآن موجودة أمام محاكم الجنوب والوسط،
لم يتم نتحدث عن المناطق التي ليش ما تم ليش باختصار ليش ما تم النظر في هذه الدلائل والإثباتات التي تدين شخصيات كثيرة في محافظاتكم؟ أخي العزيز، نحن الآن هذه الهيمنة بسبب هيمنة الكتل والأحزاب على القضاء وعلى الجهة القضائية والتشريعية وعلى كل مكان، هذه قضية محروبة لنا. شكرا جزيلا سيد محمد، أنا أكتفي ويا حضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا. عندنا السيد أبو عبد من الفلوجة، تفضل يا أبو عبد حياك الله. السلام عليكم أستاذ العز. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. طيب بالنسبة إذا شارك فيكم على هذا البرنامج خلال قناتكم الطيبة هاي، الله يسلمك أستاذ. بالنسبة لأن يتحدثون جارة الحكومة أستاذ، هاي الكتل نفسها، هي نفسها ما زول، ما أكو سلطة واحدة بالعراق، ما أكو جيش واحد بالعراق، لأن أكو جيش واحد وشرطة واحدة يستغل البلد ويقدرون المواطنين مثلا يروح من خلال الانتخابات يختارون عضو برلمان جيد، أما رئيس وزراء جيد، أما رئيس برلمان. ولكن هاي أسلحة مشكلة، هاي أنت من خلال قناة مالاتكم هاي التيار هذا نمشوا عليه أسلحة، هذا مو خاضع لا لوزارة الدفاع ولا لوزارة الداخلية. نعم. سيد أبو عبد، تعتقد اليوم أنه موجود ضمن هذه الأحزاب اللي تعد العراقيين يوميا وقبل كل انتخابات بنظام مستقر وبلد مستقر وحياة مزدهرة، تتوقع ذول اليوم الموجودين يقدرون يحاسبون من يخالف القانون، من يستعرض السلاح في الشوارع بلا أي ذريعة قانونية؟ أبو عبد، لا سألتك، موجود ضمن هذه الأحزاب من يستطيع اليوم أن يطبق القانون فعلا في العراق؟ ما يقدر. ليش؟ إذا هو يطبق القانون مثلا كتلة تابعة الحزب يريد يطبق على نفسه، ما يقدر يطبق الباقيين. ما يقدر يطبقه لو ما يريد يطبقه، أكو فرق. مثلا أنت سؤالك صحيح واضح، مثلا يريد يطبق على نفسه بس على الآخرين ما يقدر يطبق، ما يريد يطبق على نفسه حتى ما يتطبق على الآخرين. طيب أنا أشكر حضرتك يا أبو عبد من الفلوجة، شكرا جزيلا. عندنا السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يسلمك أخي. بخصوص موضوع البرنامج، إنه لماذا هذه، هل الكتل السياسية تستطيع أن تحاسب المجرمين والقتلة وكذا وكذا؟ كل الأخوة يعني يأكدون لا تستطيع، لأن الأمر أصبح واضح لكل العراقيين، لأن لا توجد دولة باسم الدولة المعروفة. بس ولا بس أوضح شغلة عفوا أبو فاطمة. نعم. اليوم الموضوع الأساس، عنوان الحلقة هو إنهاء الإفلات من العقاب. اليوم إحنا داخل العراق، وحضرتك تشهد أكيد لكل الأحداث التي يعيشها المواطن العراقي، لكن النقطة الأهم هي الإفلات من العقاب الذي فاقم كل هذه الأمور اليوم في العراق وجعل العراق بلد فوضوي. يعني كيف يمكن إنهاء الإفلات من العقاب اليوم في العراق للجهات التي ترتكب دون قانون يحاسب من الداخل ومن الخارج؟ هل يمكن أصلا تحقيق هذه النظرية أو هذا المبدأ اليوم؟ أخي محمد، تحقيق هذا الشيء نظريا ممكن، لكن عمليا غير ممكن. ليش؟ غير ممكن لأن الإيران وخبث إيران عندما وضعوا العملاء في سدة القضاء، عندما يكون القضاء فاسد ويكون المحقق فاسد وعميل ومرتزق، فهذه هي إيران، هي هذه يعني، لا حتى إذا الآن مثل هذا المجرم قاسم مصلح تم إلقاء القبض عليه، طلع من الباب خرج من النافذة. يعني مجرد أمور شكلية أنه تم القبض عليه وإجراء تحقيق وكذا، وقال لا ما في شيء، يعني الضحك على الذقون والناس كلها تعرف أن هذا كذب. لكن ذكرك لفكرة أنه من الناحية النظرية تحقيق الموضوع سهل، لكن من الناحية العملية صعب جداً أو مستحيل. يعني هذا الموضوع يحبط العراقيين، يحبط من يريد أن يتمسك بخيط الأمل أنه ممكن بانتفاضة يخلص الشعب نفسه وبلده من هذه النماذج البائسة التي طغت على العراقيين منذ سنين. نعم أخي، الأمر محبط نعم للغاية، لأن
الأمر في العراق يعني فوضوي كما دخل يعني الآن الهالك رامسفيلد الذي تبنى قضية الفوضى الخلاقة. هذه هي الفوضى الخلاقة، هذه هي هذه الميليشيات، ولا توجد دولة ولا حتى يسيطرون على العراق، وبالنار والحديد ونقتلك ولا تستطيع أن تعمل شيئا. يعني الشهداء كثر، النهاد ومهند وهاشم الهاشمي وغيره وغيره وغيره، يعني حتى إذا مسكتم الجاني إحنا نخرج. ترى سيد أبو فاطمة، عندنا سيد محمد من الناصرية يقول كلهم يرفعون شعارات الوطنية والإصلاح والبناء والتغيير وغيرها، إذا هم كلهم شرفاء وكلهم وطنيين ويرفعون شعار الإصلاح، منو اللي عاد اللي ديبوق ومنو اللي ديقتل ومنو اللي ديدمر البلد؟ كذب كذب، كلهم كاذبون كلهم فاسدون. الموجودين أخي الآن في قضية الانتخابات 99 منهم حرامية وكذابين وعملاء ومرتزقة، لا يوجد أحد يخدم العراق، لن يخدم أحد العراق إلا بإنهاء دستور بول بريمر وإنهاء الميليشيات. الميليشيات هي المشكلة الكبيرة في العراق، إضافة إلى المراجع التي تدعم هذه والتي تلعب لعبة يعني لعبة خطرة في العراق بأنها هي ترى ليست لها علاقة بالسياسة. لا، الموجودين الآن مسيطر على الشارع الحشد والمراجع والمرتزقة في العراق، هذه هي الثلاثة. لا يوجد أي شيء اسمه قانون ولا شيء، حتى إذا صارت انتخابات ستكون كانتخابات إيران، لأن المجرم رئيس عندما أتى للعراق قبل أشهر أخرج كل المجرمين اللي موجودين الإيرانيين وخذهم مع إيران. في الأمر هكذا، إحنا يعني ننتظر إن شاء الله الفرج من الله ثم من العراقيين الذي أثبتوا شجاعتهم وأثبتوا أنهم لا يستطيعون يستطيع أحد لو أذرعهم رغم هذه المآسي والقتل والخطف والكذا. أنا أشكر حضرتك أبو فاطمة من النجف، شكرا جزيلا. عندنا السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل يا أبو مصطفى، حياك الله. حيا طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أستاذ العزيز، بالنسبة للعراق يعني لا يتأملون، هذه مو حكومة، احنا قلنا سابقا. أي. والمجرم شلون يفلت؟ هو عنده أول شيء مادة مسيطرة على المادة في العراق. يعني هسه خلي المر اللي يجي بالموصل اعطيك نظره على بد واحد حشاك حش السامع الزينين فاقط ابن ساقه اللي هو عقيد ويا شرطته اثنين ثلاثه ما ادري بالضبط، فاختصفوا بنت او امراه غصبا عنها وحرقوها حتى يضيعون الجريمه مالته. كشفت الجريمه، الجريمه كشفت، منها راح بها؟ راح بها المفوضين الشرطه ليش راحوا بها؟ ما عندهم ماده مثل هذا العقيد. العقيد ايش قد دفع؟ دفع 100 دفتر. 100 لكن عد ما هو ما نعدم. 100 دفتر وجهه اسود، وجهه ما بي نورانيه خلاص، لانه انسان تافه، فكثيرين من هذا القبيل موجودين. ما يدور اليوم هؤلاء كيف يمكن هؤلاء كيف يمكن ان يحاسبوا وهم المفروض المفروض حماة البلد، حماة العرض مثل ما يقولون، وهم المفروض حماة البلد من كل هذه النماذج البائسة التي يراها المواطن العراقي، شلون إذا هم يرتكبون هذه الانتهاكات؟ هل ساعدهم برنامج أي حديث من أين لك هذا؟ هذا كان بعهد أبو عداي الله يرحمه، لكن هذول ما يطبقوا من أين لك هذا؟ كلهم يتباهون بالقصور والأبنية والشركات كلهم وسيارات الفخمة، هؤلاء هم اللي سيطروا على الشعب، لكن احنا نرجع ونقول الشعب ايضا مقصر. ليش مقصر؟ احنا ما يجرين نسكت على كل هذه الجرائم. اذا حتى لو اغتالوا، حتى لو اغتال يعيد نظيره الاغتال مثل ما يقتالون هسه على الجنوب، اخواننا انتم ليش ساكتين على بلد؟ لا تشوفونه انا افخخ له طريق، انا مش اهله وبكل الاحوال اغتالوا مثل ما يقتالني، مو فوق السطوح اضربه، مو هذول الحشد، مو ضابط الشرطه المجير اضربه طلقه وقتله. حتى شوية تزع هاي الحكومة البائسة. أنا أشكرك يا أبو مصطفى من الموصل، أشكر حضرتك للمشاركة، تبقى وجهة نظر ويعني هي آراء مختلفة طبعا في النهاية. السيد صباح من بغداد، تفضل. أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة بما تسمى الحكومة العراقية، طبعا إدارة الحكومة مو للوزراء
رئيس الوزراء وكقانون والهيئات الموجوده به. اللي جاي يدير العراق حاليا هم ناس سياسيين، يعني نعم. السياسي هو صاحب القرار الاول والاخير. وهذا الدليل موجود من تشكيل الحكومات السابقه والمناصب والمحافظه. هذا من الناحيه النظريه، هذا من الناحيه النظريه. اللي جاي يدير الامور كلها، انا اقصد مثلا كسياسيين مثل المالكي والعامري والمهندس سابقا، وهاي الاشكال كلها هم اللي جاي يديرون الدوله. ذول كلهم تابع لهم منو؟ تابع لهم ميليشيات مسلحه من زمان، من قبل ما يشكل الحشد اللي يسمونه حشد مقدس. نعم. قبل الحشد هم عندهم بدر موجوده، مجلس اعلى كلها موجوده، على الجيش المهدي، نعم. سرايا السلام، هاي سابقا قبل تشكيل. فعندهم ميليشيات هي اللي سطوتها اعلى من القانون، يعني نعم. القضاء ما يقدر يأثر على هاي الميليشيات اللي متابعه الى احزاب وناس سياسيين شخصيات بارزه هي اللي جاي. طيب سؤال سيد صباح، العالم اليوم يعني الدول الكبرى، المجتمع الدولي يعلم جيدا ان الموجودين اليوم في العراق هم مجموعه من اللصوص المؤتمرين، والذي يدير الشؤون في العراق مثل ما حضرتك تفضلت الميليشيات الحشد وايران طبعا، وبداخل العراق المواطن العراقي 90% ربما اذا مو 100% يدركون جيدا ان الذين يحكمون هم واجهه وضعفاء وخاضعين لهذه الميليشيات. لما يطلع مسؤول اليوم امام وسائل الاعلام ويصرح ويقول ويعد العراقيين بانه سافعل واسوي واحقق واطبق العداله والقانون، يحاول يضحك على منه؟ يحاول يوصل هذه الرساله الى منه؟ العالم كله بالداخل والخارج يعلمون ان العراق يدار من قبل الميليشيات. طبعا المجتمع العربي والمسلمين بصوره عامه باستثناء الحكومات العربيه وبالاقليم موجوده الشرق الاوسط، كل المسلمين يعلمون ان هاي كلها ضحك على الذقون. كل طيب. السياسيين يجون بكذب ووعود كاذبه فارغه، لكن هم لصوص وسراط وقتله. نعم. لكن الحكومات كحكومات كل دول الجوار وامريكا وبريطانيا وكل يريدون العراق يبقى ضعيف. هم يعلمون ان اللي يجمع على ظهور الدبابات وكان يسمون فيسم معارضه وهم عملاء البريطانيه وامريكا، نعم. وقدموا عده ملفات كاذبه في سبيل تدمير العراق واحتلاله، هم نعم. اللي جاي يحكمون. امريكا جابتهم، امريكا عندها علم هذول كلهم لصوص، والشارع العراقي يعلم هذا الشيء. لكن هم شلون يصعدون؟ يصعدون بالتزوير ويصعدون بانتخابات هيك رمزيه، وامريكا تعرف ان الانتخابات السابقه ما جابت 20%، نعم. وهاي الانتخابات الجايه هم ما راح يجيبون 20%، لان الشارع العراقي كرههم وعرفهم على حقيقتهم. لكن هم سطوتهم على المفوضيه العليا وعلى القانون وعلى القضاء وعلى كل شيء، نعم. فهم بديهم كل الصناديق الاقتراع وهم اللي ينتخبون انفسهم. اما انا اجي انتخب شخص فاسد، نعم. فالعراق هو كحكومات يريدون يبقى ضعيف ومشتت ومقسم. تتوقع اصلا ان النسبه مال المشاركه في هذه الانتخابات الحقيقيه مو اللي حتعلنها الحكومه حتكون اصلا 20%؟ احنا السابقه كانت يقولون 18%، وكانت الجنوب مستقر تقريبا، الشمال مستقر، بس المناطق الغربيه وكانت تعرف مجاميع داعش الارهابيه، فصارت 18.5%. الان الشارع العراقي والجنوب العراق الملتهب وثوار تشرين كلهم ضد الانتخابات، كلهم رافضيها. اللي ينتخبهم بس المستفاد من عندهم والاحزاب الحاكمه، طيب. والجاليات مالتهم اللي جاي يحكمون المستفادين رواتب وغيرها وفائدات. سيد صباح انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر، الوقت شارف على الانتهاء. عندنا محمد من الانبار، تفضل يا محمد، حياك الله. محمد من الانبار، سيد محمد موجود؟ موجود. حياك الله، تفضل. الو، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نص صوت التلفزيون، فقدنا الاتصال. ابو كرار من كربلاء اخر المتصلين معنا اليوم. ابو كرار حياك الله. عليكم ورحمة الله. تحياتنا لك والمشاهدين قناة الرافدين. حياك الله أبو كرار، عندك نص دقيقة لو سمحت، تفضل. ما عندي شيء، بس في واحد بيخرب علم الشعب العراقي، خلي يخرب علمه، لأن هاي مو حكومة، هاي عصابة. نعم. عصابة جت استولت على الشعب العراقي وأذلت الناس وأحبطت معنويات الناس إلى حد هم يترحمون على الزمان السابق يعني. نعم. أغلبية الشعب من قبل أحسن من هسه ما ارتقى غير
قبل اكو امان هسه امان ماكو، قبل اكو وجبه هسه وجبه ماكو، قبل اكو كهرباء مو حبا بالسابق، لكن لانه شافوا الوضع اليوم أسوأ. انا بالنسبه لي كنت في المعارضه وكنت شارك بالسعوديه من جماعه ربحه. طيب من جماعه ربحه ان شاء الله. نعم. ولحد الان اطلع بالمظاهرات تقلون يوم زين. نعم. واخر مانا غرامات ماليه اطلعها. طيب زين، وانا ابن الانتفاضه الشعبانيه اللي يدعون بها الشيعه هم هذول جماعه الحرميه. طيب فذول حبيبي مو حكومه حبيبي، ذولا عصاب وناس قتلوا الحسين عليه. سيد ابو كرار، انا اشكر حضرتك واكتفي وياك بهذا القدر، الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك ابو كرار. لا يعني انه من يمجد او يمدح بما سبق انه محب للنظام السابق مثلا او لشخص معين او كذا، لكن كثير من العراقيين يقول لو جاءنا الاحسن لما ترحمنا على الماضي الذي فيه الحصار والحروب والدماء، لكن من جاءنا هم اسوأ وعدونا بالحياه الافضل لكن جلبوا لنا الموت وجلبوا لنا الميليشيات والخراب والفساد وجعلوا العراق اليوم ضمن قائمة أسوأ دول العالم من حيث جودة الحياة وفقا لتقرير صادر عن مجلة كيو وورد الأمريكية للإحصاء لعام 2021. باختصار شديد العراق أظهر أنه احتل المرتبة 84 وبالمرتبة 12 عربيا من أصل 165 دولة، وحصل على 74 نقطة كأسوأ دولة أو من أسوأ دول العالم من حيث جودة الحياة. يعني هذه المحصلات النهائية لحكومة 18 سنة من حكومات ما بعد الاحتلال. العراق دائما يتذيل ترتيب التصنيفات الدولية، ومن أسوأ دول العالم ومن أفسد دول العالم ومن أخطر دول العالم للعيش فيها. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.